طيب و استاذ وليد، يعني ان شاء الله الماتش مصر وبوركينا فاسو هو المسموح به من الاعداد الجماهيريه قد ايه ان شاء الله؟ الاجتماع الامني يعني يمكن دكتور اشرف مهتم بيه كويس جدا على اساس الساعه الامنيه، هم 30,000 اللي مسموح بيهم، وجاري ان نشوف لو في دعم او ان احنا نعمل توجيه للجماهير او الكلام ده كله، ده بناء على التذاكر. التذاكر انا شايف ان عليها سحب النهارده، 5000 تذكره نزلوا على حد معلوماتنا واتسحبوا على طول، فانا شايف ان في اقبال ان شاء الله على ماتش مصر، والاستاد ان شاء الله هيتملي وهيبقى واجهه مشرفه للرياضه المصريه باذن الله. طيب استاذ وليد، يعني قول لي لسه في، يعني دايما استاد القاهره بيعاني في الحصول على مديونياته او فلوسه الخاصه بتاجير الملعب او الاستاد للانديه بشكل عام، ده بقالنا فتره كبيره. هل ما زلت حضرتك بتعاني من نفس الازمه دي، ولا الانديه بقت الامور مختلفه دلوقتي؟ كل اللي انا اقدر اقوله لك يا كابتن اسلام، يعني مش عايزين نتطرق لمواضيع، احنا دلوقتي عندنا مصر وعندنا المنتخب. الاجابه وصلت يا استاذ وليد. احنا من يوم ما استلمت استاد القاهره وانا بكلم حضرتك وانا مسؤول عن الكلام اللي بقوله، مفيش نادي دخل استاد القاهره ما دفعش ايجار الملعب قبل ما يخش، نادي واحد كله دفع. المديونات السابقه انا جاري ان احنا بنحصلها بخلال طرق ما او التواصل مع الشؤون القانونيه بالنسبه للانديه، فجاري التواصل معاهم، لكن الفترة الأخيرة كل نادي قبل المباراة 48 ساعة، سواء بنك الأهلي، سواء نادي زد، سواء نادي فيوتشر، سواء نادي الأهلي، نادي الزمالك، مفيش مباراة اتلعبت إلا قبل المباراة حساب المباراة بيكون في حساب أي استاد القاهرة. مين النادي اللي لسه عليه فلوس ما سددهاش لغاية دلوقتي؟ عندي نادي الأهلي ونادي الزمالك. عليهم قد إيه؟ يا كابتن اسلام، خلينا بس ان مصر ان شاء الله، واوعدك بعد منتخب مصر هقول لك عليهم قد ايه. ماشي يا استاذ وليد، انا بشكرك، ويعني ربنا يقويك الفتره الجايه. عامل انت شغل هايل بصراحه في الفتره الاخيره، فبتمنى لك التوفيق. طبعا الاستاذ وليد عبد الوهاب رئيس هيئه استاد القاهره. طيب ده يمكن الكلام اللي احنا بنتكلم فيه خلال الفترات الأخيرة، ان دايما بتشوف الناس على السوشيال ميديا يمسك الموبايل وهو قاعد، ده انتوا ما بتفهموش حاجة، ده انتوا مش عارف ايه، وهم لو عملوا ايه مش عارف ايه والكلام ده كله، ده انت مش عارف ايه، ده انت مغرض، ده انت كلام مش عارف. لا، انا بتكلم عموما، كلم مسؤول مثلا اتحاد كورة او مسؤول او حسام حسن كان لازم يختار اللعيب الفلاني بدل اللعيب. ماشي، ده بنتكلم فيه مع الخبراء مع الكلام ده، لكن مهمتك انت الاساسيه مش انك انت تمسك الموبايل وتقعد على السوشيال ميديا وتقعد تنظر وما تروحش تدعم منتخب بلدك وفالح بس اول لما النادي بتاعك تطلع، انت بقى اهلاوي تطلع زملكاوي، لما بيكون بيلعب في مباراه وديه مع فرقة بتجري وتروح تشجع فرقة، جميل وحلو وزي الفل. لكن منتخب مصر اللي أحد أسبابه خلال السنوات الأخيرة هو عدم تواجده في منصات تتويج أو عدم تأهله لكأس العالم، هو عزوف الجماهير وعدم مساندة الجماهير دي المنتخب الوطني خلال الفترة الأخيرة، يمكن باستثناء مباراة مصر والكونغو اللي كانت في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018. شفنا بارقة إيجابية في مباراة مصر وكرواتيا الأخيرة في البطولة الودية اللي كانت مقامة في استاد مصر في العاصمة الإدارية. تواجد جماهيري كانت المباراة كمان الأولى، وكان في شغف إن الناس عايزة تشوف المنتخب مع حسام حسن.